هذه تقول أنا بالعدة وأشعر بالحزن والاكتئاب، هل يجوز حضور مجلس العلم بالمسجد؟ لا، لا يجوز. المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لطلب العلم، بل تبقى في بيتها، لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. لكن يمكن الحمد لله الآن يمكن سماع دروس العلم عن طريق الهاتف عن بعد، والحمد لله.